بعض الناس قد يقول والله أنا فقير أنا محتاج، قد يتذرع من خلال هذا الأمر من أنه ذريعة إلى أن يأخذ من هذه الدنيا. نظير ماذا؟ نظير أن يكتم العلم ولو كنت محتاجا، لأن رزقك مكتوب ولن يأتيك إلا ما قدر لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه قال: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصيه، فإنما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته. ولذلك ليس هناك حجة حتى لأي شخص عادي، أي شخص عادي ولو لم يكن من أهل العلم ولو لم يكتم العلم، لا يحق له أن يقدم على ما حرم الله نظير ما هو فيه من حاجة وضرورة، لا. فكيف بعالم، بطالب علم؟ ولذلك كن يا طالب العلم أو يا أيها العالم وحتى كل مسلم، كن ممن يخدم الدين ولا يستخدم الدين، كن ممن يخدم الدين في نشره، في تبيينه، في إيصال الخير للناس عن طريق هذا الدين، ولا تكن ممن يستخدم الدين في أغراضه وفي مصالحه، فهذا هو الخسران المبين. ولذلك انظر، تعفف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر تأمل إلى هذه الصفات سبحان الله، ونحن نحتاجها في مثل هذا الزمن مهما ضاقت عليك الأمور سواء كنت عالما أو غير عالم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: وأهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، ذكر منهم رجل، رجل الصفات التي بعدها، رجل عفيف متعفف ذو مال، ذو عيال، رجل عفيف متعفف ذو عيال، سبحان الله. يعني انظر، يعني هو فقير ليس عنده شيء، وهو من حيث الأصل وفقه الله جل وعلا بأن يكون عفيفا، ومع هذا فهو متعفف، يعني لو فتح له باب لكي يكتسب لكنه عنده مرية أو شبهة أو شك في إباحة هذا الشيء، يعني عنده ولو نسبة 1% أن به شبهة، متعفف. ومع أنه عفيف ومتعفف مع وجود السبل التي بها يتكسب، سبحان الله، هناك داع يدعوه إلى أنه يتجاوز هذه العفة وهذا التعفف من أجل يتحصل على هذا المال. هناك سبب قوي أنه ذو عيال وصاحب العيال، يعني لو كان الإنسان وحده وكان في فقر وفي حاجة تحمل، يتحمل، لكن إذا كان ذا عيال، هذا يقول أريد كذا وهذا يقول أريد كذا وهذا يقول أريد كذا. ولذلك في مثل هذا الزمن الذي انفتح الناس فيه على الدنيا وعلى المدنية وعلى الكماليات، ربما أن بعض من الناس يقدم على أن يتكسب المال بأي طريق مهما كان حلال أو حرام، من أجل أن يشبع غرائز أولاده، من أجل أن يسكتهم، من أجل أن يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، وأيضا من أجل ألا يقل أولاده بالنسبة إلى أولاد الآخرين، لأنه ربما يكون أولاد الأسر الأخرى سواء كانت قريبة أو بعيدة قد يكون في حال طيبة، فهو لا يريد ولو كان أولاده في حالة طيبة لا يريد أن يكون أقل منهم، يريد أن يسافر مثل ما يسافر آل فلان، أن يشتري مثل ما يشتري آل فلان، سيارة مثل سيارة آل فلان، بيت أو قصر مثل بيت أو قصر آل فلان. انظر، يعني لأن الأولاد ربما يضيقون على الوالد، ومع ذلك انظر سبحان الله مع السبب الملح وأنه ذو عيال تعفف. لكن ما النتيجة؟ من أهل الجنة، لكن من باع دينه بدنياه فهنا كما قال عز وجل: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار.
نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تعفف، وذاك الدنيا محبوبة للنفس، النفس هكذا جبلت، لكن لابد من المصابرة. قد ترى الشيء أمامك يتاح لك أن تكسب الأموال الطائلة لكن من طريق محرم ومشبوهة، صبر نفسك. في الصحيحين: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. عود نفسك على العفة، هنا تصبح غنيا، تصبح غنيا بهذا التعفف.